السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. كنت تحدثت لكم في فيديوهات سابقة حول الترتيب العالمي للفريق الوطني الجزائري للخضر، وكنت تحدثت وقلت غريب الطريقة التي يتم على إثرها ترتيب الفرق العالمية، ترتيب فيفا. اليوم الخميس 12 أوت، ترتيب الفيفا الجديد، الترتيب الرسمي، شيء جميل وجميل جدا ومفرح بالنسبة للفريق الوطني الجزائري وللجماهير العريضة المتتبعة للخضر، بحيث أن الفريق الوطني الجزائري ربح 3 مناصب، يعني كان في المرتبة 33 وصار في المرتبة 30. الترتيب العالمي جاء على النحو التالي، دايما فيه قلت غرابة، مثل ما قال جمال بالماضي، قال أنه الطريقة اللي تحسب بها الفيفا يعني طريقة غريبة وغريبة جدا، لا نعرف إلى طريقة تاع الفيزيسيان ولا طريقة تاع الماتيماتيسيان ولا طريقة تاع جيل آخر، لا نفهم منه شيئا. إذا الترتيب العالمي هو على النحو التالي: في المرتبة الأولى بلجيكا، يعني بلجيكا لم تتحرك المرتبة الأولى رغم الخسارة نتاعها في كأس أمم أوروبا، المرتبة الثانية البرازيل، والمرتبة الثالثة فرنسا، والمرتبة الرابعة إنجلترا، المرتبة الخامسة إيطاليا، إيطاليا اللي فازت بكأس أمم أوروبا 2020 الذي لعب في سنة 2021، ورغم هذا تبقى في المرتبة الخامسة، وغريب أن إنجلترا في المرتبة الرابعة وإيطاليا في المرتبة الخامسة. المرتبة السادسة الأرجنتين، والمرتبة السابعة إسبانيا، إسبانيا تتقهقر إلى المرتبة السابعة، والمرتبة الثامنة البرتغال. بينما الشيء الغريب الآخر أننا نجد الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة العاشرة، بينما نشوف الفرق العربية: المرتبة الثامنة والعشرون تونس، والمرتبة 29 كرواتيا، والمرتبة 30 الجزائر. إذن تونس قبل الجزائر، رغم أن الجزائر فازت على تونس وفازت بكأس أمم إفريقيا، إلا أن تونس تبقى في المرتبة 28، بينما الجزائر في المرتبة 30. وهذا هو الترتيب الجديد للفريق الوطني الجزائري، هو المرتبة 30 30 سور لو بلان انترناسيونال. بالنسبة للكاف، دائما تصنيف الفيفا للكاف: المرتبة الأولى السنغال، وهنا أيضا غرابة كبيرة، والمرتبة الثانية تونس، المرتبة الثالثة الجزائر. سؤال مطروح: كيف للسنغال تبقى في المرتبة الأولى ولتونس في المرتبة الثانية، رغم أن الجزائر متحصلة على رقم القياسي الإفريقي 27 لقاء بدون انهزام؟ شيء يتأكد يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، أنه حسابات الفيفا غريبة وغريبة جدا. إذا المرتبة الأولى السنغال، المرتبة الثانية تونس، المرتبة الثالثة الجزائر، المرتبة الرابعة المغرب، والمرتبة الخامسة نيجيريا، والمرتبة الثالثة مصر العربية. هذه هي الفرق اللي راهي تسيطر على كرة القدم الإفريقية، اللي هي السنغال، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا ومصر. فيما يخص هذا الترتيب الإفريقي، بينما قلت بالنسبة للجزائر عالميا في المرتبة 30، وهذا يخليها تقفز 3 مراتب على المرتبة اللي كانت فيها في التصنيف الماضي. جمال بن ماضي يتحدث على أولئك الدجالين الذين يتحدثون ويعطون أخبار كاذبة للجمهور الرياضي الجزائري، كل مرة يتكلموا على لاعبين ما كاش منهم، كل مرة يتحدثوا، يعني هذه الصحافة صارت بعض أقول الأقلام وبعض
هاد الصحفيين الجدد هادو تاع 2021، يعني يعطيو في اخبار غريبه وغريبه جدا. قال نتمنى انه التربص القادم ما تكونش فيه اخبار غريبه واخبار تزعزع الفريق الوطني الجزائري. اذن على زملاء الصحفيين ان يتحلوا بالمصداقيه وبالخبر الصحيح. للاسف كاين كثير اللي يعرفوا العمل تاعهم، كاين كثير من الصحفيين ملتزمين تجربه وعمل، ولكن في الوسط الداخل دخلوا صحفيين اللي يديروا الفتنه خاصه اراده او خاصه بطريقه اراديه او غير اراديه الله اعلم، ولكن هذه الاخبار ماشي لصالح الفريق الوطني الجزائري. وذلك بالماضي يقول خلونا نعمل في لا سيرينيتي، في الهدوء والسكينه. نتمنى كل التوفيق للفريق الوطني الجزائري. اذا كان هذا زهير عاشور يحييكم، الى الملتقى، دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام.